Coucou les bnets, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum vidéo jdida al qanat. Wach dirou? Touhchtkoum. Inchallah tkounou kamel mlah w bsaha jayda kima tchoufou anani ala bra. Inchallah tkounou kamel bkhir. Qbel ma nbda inchallah la vidéo w kima rah tkounou chftou al l'onwan, بغيت نقول لكم ميرسي بوكو بوكو على لي كومونتير سيرتو على لي ديرني فيديو. ميرسي لي زابوني ان شاء الله اللي دخلوا عندي. نقول لكم ميرسي سان في بليزير ان شاء الله نكون ديما كيما بغيتوني. المهم البنات كيما تعرفوا الفيديو تاع اليوم كيما شفتوا في التعليق هو لو ريجيم. لو ريجيم ان شاء الله على بالي بلي كانوا بزاف القنوات اللي هضروا عليه بزاف في عندهم كيما نقولوا طريقة وكامل. مي بغيتكم ان شاء الله تكونوا معايا وطريقتي ان شاء الله في الريجيم. البنات الريجيم معايا راح يكون ساهل مهل كيما تعرفوا انايا المتتبعين تاعي ولا جدد. انايا ما عنديش بزاف، عندي بخاسك 4 موا ملي ولدت، وكانت عندي شويه لاكوشمون كانت شويه ديفيسيل، كان الظهر تاعي لي تكوان سالي اي دوكو ما قدرتش ندير لا سينتور بوغ الكرش. يشوفوا سي كاتاستروف، مي سي با غراف، كل حاجه عندها الحل اذا كان عندك الاراده. المهم تبعوا معايا ان شاء الله. كان حوايج جي كوموندي سيغ انترنيت، استناو قبل ما نبدا. سي با باغ اكزومبل غروند بي راح تقولوا حاجه ولا راح نعطيكم بزاف 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 لي شوا لي نقدروا ان شاء الله. تبعوا معايا، بغيتكم ان شاء الله اللي بغات دير ريجيم تلحق معايا. كيما تشوفوا انا ديجا راني بديت بلا مارش كيما تشوفوني بحدا الدار. جبت بنتي في لابوسيت، درت مي باسكيت وبديت ان شاء الله نمشي. شوفوا مانيش راح نقول لكم تقتلوا رواحكم وكامل تبعوا معايا ان شاء الله الفيديو حتى الاخر اللي راح نهضر عليه في بزاف حوايج. المهم انا مشيت على البنات الخدمه والشغل. كما تشوفوا مشيت ومن بعد نقول لكم ان شاء الله واش راني لابسه لداخل لتحت. المهم شوفوا بارابور على الكرش واش يكون لاختاش كومونديت واحد لو شورت هكا. شوفوا ان شاء الله ندخل الدار وكلشي ان شاء الله نقول لكم. المهم البنات كما قلت لكم مليحه الماكله تعرفوا هذيك. المهم انا واش نقول لكم ليامات هذو لي بات واش كان ناكل نلتهم كلش لاختاش نرضع بنتي لاختاش نعطيها لوسا وقررت ان شاء الله نبدا لاختاش كرشي كاتاستروف. معليش هكا معليش ديري دي مونطو بصح بزاف حوايج شيتهم البنات ما نقدرش نلبسهم. على بالكم شحال وصلت 89. شوفوا البنات ماشي غير الشكل حتى الصحه تاعك لاختاش توصلي سيغتان طون. قلت لكم البنات توصلي سيغتان ناش لازم كي تتحكمي في بزاف حوايج باش الامراض ان شاء الله ما يكونوش. شوفوا انا حدا الكونسيلا تاع الجزائر، شوفوا الدرابو تاع الجزائر ياه بلادي ما يبان هكا ولا ما يبانش؟ ما يبانش هذا مره. وشوفوا البنات لي كومونتير كامل نقراهم. كاينه واحد المتتبعه يعني واحده زوج ولا ثلاثه بغاو جوله في المدينه، انا ديجا درتها مي سي با غاف. انا اي حاجه بغيتوها نديرها لكم ان شاء الله، حاجه اللي تكون مفيده وتستفادوا منها. المهم البنات نقول لكم بقاو معايا ونكملوا لا فيديو انصومبل. البنات كما تشوفوا عاود رجعت عندكم باش نحكي لكم البنات ولا باش نقول لكم شنو هما الحوايج اللي نديرهم انا ولا اللي سبق درتهم قبل ما نهز الكرش قبل ما نكون اونسانت بنتي. شوفوا واش كنت ندير البنات كيما حنخلي لكم لهنايا في التصويره هذه. انا قلت ما كان ندخل الدار ونعت لكم سيبيان نقعدوا هكا في الطبيعه، نقعدوا في الطبيعه من بال ما عفراني. المهم البنات شوفوا انا شريت هذا من امازون، جبتو ونديرو لتحت كيما نقولوا لبسوا يعرق ما تصوروش قد ما يعرق، ماشي غالي بزاف. كي تدخلوا للامازون تلقاو قلت لكم البنات كانوا انواع واشكال وماشي غاليين بزاف، يعني ماشي حاجه تاخذي تدي مثلا ولا تشري حاجه تكون غاليه بزاف. المهم البنات كيما قلت لكم هذا نديروا تحت مثلا الجوكينغ تاعي ولا السيرفات تاعي. وكيما قلت لكم البنات ماشي ريجيم قاسح ولا مثلا تقولي مانيش حناكل. شوفوا ناكل كلش بصح واش هو تنقصي ولا تحدي في الكميه تاع ماشي تحدي هي كيما نقولوا تنقصي في الكميه تاع الاخر الاكل تاعك. مثلا اوليو كنتي تاكلي جو سي با انايا كميه كبيره ديما نقصي هذيك الكميه اللي كنتي تاكلي فيها. وكثروا من المال البنات. وبالنسبه للاتيزان اللي قلت لكم لي يعني تنقص بواحد الطريقه ما تصوروهاش البنات، هي راح نخليها لكم منا، جبتها من موقع امازون.
قلت لكم مليح كيف البنات شوفوا ينقص لكم الوزن، يعني ماشي نقص فرد مره ولا يعني واحد الكيلوات هكا كوني سيغ بلي تنحاو بصح فيه غير في واحد المشكل هكا هو تحميك لا دياري مي سي با غراف باش نقصي الوزن. كما قلت لكم انا ما عنديش يعني ماشي خشينه بزاف ولا بصح البروبليم هذاك في كرشي. المهم البنات هذا هو بالنسبه للريجيم. واش هو ثاني حاجه البنات هو المشي كما تشوفوا انا دوكا لهنا بنتي هاي كي هنايا في لابوسات قلت غير باش نهضر معاكم هو المشى. شوفوا ندي ولدي ليكول ومن بعد كي نخرج ولا مثلا تكون عندي قضيه ولا نقضيها ونقعد لهنا خاطرش عندي واحد البارك منا كبير خلاص ونتمشى نتمشى نتمشى مع هذوك كيما نقولوا الشورت هذه ولا الكويسيخ هذه اللي شريتها تعرفوا تعرقكم ما تصوروش قد ما. وشي حاجه ثانيه البنات بعدوا على السكريات السكريات ثم السكريات قلت لكم البنات كيما السكريات ولا المهم كاش ما سخفتي مره على مره بصح تنقصي برك تنقصي باغ اكزومبل كنتي تاكلي جو سي با نايا 300 غرام نقصي ديري 150 غرام بالعقل 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 البنات. وشوفوا مثلا اللي ما عندهاش على هذا لي شورت هذو اللي قلت لكم نحكموا هذاك بابي فيلم ولا هذاك كيما نقولوا بابي فيلم هذاك تاع النيلو هذاك ونديروا كيما هكا على كرشنا وتخدمي تخدمي نورمال في الدار تمشي سمعتوا. بشوفها البنات والله غير الاراده هي اللي تخليك ديري كل شيء فهمتي. هو واحد لو كان يحط بالو الماكله ما تصوروش قد ماش ياكل كل شيء. وانا البنات شوفوا نخليكم بعد ما هضرت معكم دوكا نخليكم الماكله كيفاش عدت نطبخها باغ اكزومبل كيما الدجاج عدت غير نشويه مثلا حندير دجاج مبخر فهمتوا. البنات كيما تشوفوا هاني مشيت انايا ثاني نعاود نمشي ها هو كيما مع كيما يقولوا حذاء الرياضه. المهم شوفوا ديروا حاجه خفيفه هكا في رجليكم وتمشوا البنات المشي المشي هو اللي فهمتوا ماشي نقول لكم زعما تنوضي هي. وفي الدار دوك ثاني نعاود نصورها لكم هي البنات كما قلت لكم في بدايه الفيديو راح نقول لكم على بعض كما نقولوا الوصفات اللي عدت نديرها. شوفوا اولا بغيت نبارطاجي معكم هذه صافي هذه لابلاك اللي شويه كما نقولوا حنا تاع تريستي تيفال. انا عندي قداش من اللي شيتها صافي دوكا ربع سنين تاع التيفال وديما ندير عليها تعرفوا شويه على الكيف كما راح تشوفوا البنات هاني يعني ندير عليها كل شيء ندير عليها مسمن كي نبغيو باغ اكزومبل نشوي ولا هنايا. وكيما تشوفوا لهنايا البنات جبت لي كويس تاع البولي تاع الدجاج درت لهم لهنايا الكسبر والمعدنوس ودرت فيهم القارص ودرت فيهم كوميسابيل موتارد درت شويه تاع هريسه راح غير باش يمدوا البنة وخليتهم ليل كامل وما بغيتش نقليهم تعرفوا غير حنشويهم كيما راح تشوفوا دوكا البنات شعلتها هذاك او ميم طون درت معاها شويه تاع خضره الجريوات وشويه بصله وطماطم ولهنايا لاصالات ثاني درت فيها كلشي درت طماطم في عظم درت لهنايا الفخوماج شوفوا كيفاش كلشي جا مقلي. ولهنا البنات بغيت نبارطاجي معكم انستغرام تاعي اللي كيما راكم تشوفوا ندير فيه دي ستوري شاك جوغ نبارطاجي معكم واش ندير هو ويذ سوسو مع لي كوميسابيل مع حتى دي زابوني اخرين معايا في يوتيوب نكون معكم كل نهار كيما قلت لكم البنات كل خطره نشوي حاجه كيما هذه كورجيت ولا جريوات مع بصله تعرفوا جا بنين ما شاء الله البنات. شوفوا من بعد كي ديروه في الاخر نحاولوا نحلوه كيما هكا باش تدخلوا مليح هذيك كيما نقولوا لا 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 ها هي كي لي تغيب سي با غراف قلت لكم تعرفوا يجي بنين على الكيف كيما هذا ما تخافوش شتوا البنات ما درت فيه حتى قطره تاع زيت خليته غير هكا كي يتقلى على وشوفوا هذاك الدجاج درت له شويه زيت زيتونه مع الاول صافي كي خلطت هذوك كي خلطت لا موتارد مع الكسبر وكامل وميم طون عدت ندير مثلا خضره بزاف كيما لهنا درت الطاجين تاع الفنوي اسمه البسباس مع الجلبانه جا
ما شاء الله البنات. المهم يحاول الواحد كيفاش ينوع الماكله تاعو. ومام طون البنات بغيت ثاني واحد لقطات هكا الحوايج سورتو مثلا هذو اللي ساكنين لهنايا، ماشي كيما البلاد ما شاء الله كل حاجه بيو البنات. باغ اكزومبل لي سوب مثلا اذا كان سخفتي عند شيكولا ولا نوتيلا ولا المهم البنات حاولت في هذا الفيديو هذا نتقاسم معكم. وشوفوا انتظروا بزاف الفيديوهات اللي راه ماكي ان شاء الله راح نديروهم انصومبل. مثلا نعت لكم كيفاش ديروا حوايج مبخرين كيما الدجاج مبخر اللي ان شاء الله يكون باذن الله في الفيديو الجاي. المهم مع تكمله الفيديو. كما تشوفوا وصلنا لنهايه الفيديو. بغيت نقول لكم ان شاء الله يا ربي يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه. المهم البنات بالاراده تقدري توصلي لاي حاجه. المهم نقول لكم تهلاو في روحكم الفيديو الجاي باذن الله. مع السلامه.